بيعها على الهواء. ابو يوسف اول شيء طال عمرك المحاور حقتك انت قاعد تتعب لاجلها، شكرا لك عليها. الله يحفظك. لكن طال عمرك انت لا شغله ولا ما شغله. دقيقه خلي خلص انت خلص طال عمرك ما حساوي جيت نهايه اسبوع سوداء على المتسابقين. عندي محاور أنا أقول الشكر في المقام الأول لمشعل. مشعل الله يشفيه يا رجال، ما معك مشعل. مشعل للحين عينه من تفخة عليها لزقتين، الله ينظر في حاله. مشعل وراشد تحسب هذا عشان تعرفون المحاور اللي يرسلها أبو حمود، تحسب مشعل اللي مجهزها؟ ترى أنا اللي قاعد أجهزها وأرسلها لأبو حمود، وأبو حمود يعني أنه معد. يا أبو يوسف خف علينا يا أبو يوسف، أتمنى المشعل السلام. الله يهديك، أنتوا خلاص أسهمتوا. نبغى بس منك حاجة واحدة يا أبو، إذا صحيت بعد الفجر تابع البث الأسد. نتابع. طيب. وعلمنا بالمحاور. طيب أخيراً بما يخص محمد بندر، ما عاد عندكم كلام له؟ لازم يطلع في الكوفيشن روم. محمد بندر ما في. كيف نتكلم عن شخص؟ محمد بندر ما في. محمد بندر فيه يا إخوان؟ داخل. ما في محمد. شرب العصيرات وكل الفطاير وداخل. أتمنى إذا بيطلع ليجي يقول كنت أمزح. ما في. لا يقول الكلمة هذه. لا بيقول أمزح، كنت أمزح. لا إذا كنت أمزح لا يطلع في الكوفيشن روم، شوف محور اللي بعده. أجل يا إخواننا أعزاء. اترككم محمد بندر، كان هذا تصريح ما مقبول، ما نقبله منه. وامانه محمد بندر اتفقنا على صوته، واليوم والله احنا معارضين لتصرفه هذا. انا اتمنى يا محمد بندر انك تشوف لك شيء تشغل عمرك فيه. اذا ما عندك شيء الا صوتك طال عمرك، دورك شيء غير التوكس. الله يفكم شرك اللي غيره يا اخوانا الاعزاء. اثنين من المتسابقين قبل فقره مساءات، حنا قاعد نقول النسخة هذه إنها جميلة وإن فيهم قوة ووحدة وتآخي ومنافسة جميلة، وإنهم كلهم على قلب رجل واحد. كل يوم يبينون لنا من بينهم الشق اللي هذا طوله، كل يوم تطلع لنا على الهواء مشاكل ما لها رأس من كرياس. العزيز والجميل اللي إذا جاء الكنفش روم عطاك كلمتين وزبن، أول شيء يا أخواني جهزوا لي وازع أبي وازع اليوم قبل ما تجيكم شروم. والله الذي لا إله إلا هو، لما تعطيني رد صاحي أن أستلمك كل يوم، يعني ما هو منطقي. أنت يا وازع حتى لو أخطأ واحد متسابقين، طريقة المعاتبة حقتك لازم تصير أهدى، يعني يعرف اللي قدامك من هو وعاتبه بطريقة زينة. لكن قاعد تقول عيب عليكم واستحوا على وجيهكم. أنت يا وازع تقول استحوا على وجيهكم يا رجال. 2025 او 2012 ما ادري، مواليد 2000 يا رجال. قول 25 سنه الجايه يا رجال. ابو حمود رجعه بطل امه. يا اخي صغير سن ما شاء الله تبارك الله. هو صح انه خلوق وصح انه، بس ما له حق يقول استحوا على وجهكم. صح ابو حمود، ما اكثر منه ترى انه صغير لكن عقله. لا تقول لا والله ما تقول. عقل 2025. قبل ما تحكم عليه طعمك، خلنا نشوف. روانا مقطع بالله يا اخوان، روانا مقطع يا راشد. حول الله. انتم شبابنا وقدوتنا، لكن اتفقنا انت الحين اصغرنا وتعلمنا. والله الدنيا ما عاد فيها خير. خلنا نقول شبابنا وقدامنا اول استاذ، شبابنا وقدامنا توظفنا. انت لما كانك رجال ناصح تعال تحت الهواء علمك، كانك رجال المستوى. كانك رجال المستوى. ايش اللي على الهواء بعده؟ ايش اللي صار على الهواء بعده؟ دور الاحداث على المسكت يا اخي. لونك حاضر اول استاذ، حاضر اول استاذ. يا وازع من اصول المشاكل اذا حصلت مشكله انك تجلس في نص المشكلة وتسمع من الطرف الاول وتسمع من الطرف الثاني. تجيني طال عمرك معم ترتبع كأنك قعود طايش ثم تعم فيهم كذا بدون سبب، باي حق يا اخوي؟ انت تدري ايش السالفة؟ ولا تجي عيب عليكم واستحوا على وجيهكم وما حصل. يا رجال اسمع السالفة وش هي؟ وش اللي صار؟ اسمع من الطرف الاول ومن الطرف الثاني، ما تجي تسند وتحدر فيهم.
يا اخي بالله ايش رايك فيه؟ طبعا بغض النظر ان كانت المشكله مفتعله او حقيقيه، طيب دخول وازع بهذه الالفاظ على من هم اكبر منه سنا، طيب واحنا اللي نعتبرهم يعني خليني اجي اقول كبار النسخه بالعمر ويجي يتلفظ عليهم، هذا شيء مرفوض، يتهبد، مرفوض تماما، تماما مرفوض. طيب يعني والمشكله متى دخل؟ يعني هي المشكله على ما يبدو انها مفتعله. طيب لانهم كانوا يضحكون. دقيقه اسمعني، انت قاعد تقول مفتعله؟ لا ما هي مفتعله، لان وجه مهذل ووجه سلطان ما كان يبين انها مفتعله. ما اشوف، ما في حاجه، ما اشوف مشكله، ما في مفتعله، مفتعله ما كان لقيت رده فعلهم كذا. اسمعني، لا لا مش مشكله وازع. طيب المشكله الاولانيه اللي مع نواف. ايوه زين. طيب بعد ما انتهت وهو كان جالس ما كان بعيد، كان يدق في النعمه، بعد ما انتهت وتصافوا وحبوا خشوم بعض الرجاجين، جاء بدا يتلفظ ومهذل يقول له اصبر يا رجال هدي، لاحظ مهذل قاعد يقول له اسكت، انت ما كنت حاضر الموضوع اصبر، ولا لا لا هذا غلط، خطا تماما، يعني هذا خطا لزميلك، فما بالك شخص بالعمر، حتى مهذل قاعد يقول له ترى راعي فرق العمر بيني وبينك. المشكله انه اخطا على رجاجيل قبل ذا كله، سلطان يا اخواني ترى اكبر منه يمكن ضرب 3 مرات. يعني بالله بالله اعطونا وازع، اعطونا وازع، اعطونا وازع يا اخواني، اعطونا وازع قبل ما نجي عند ابن سي. وازع السلام عليكم. والله حبيبي وسهلا. كيف الحال؟ صباح الخير على المشاهدين الكرام، وصباح عليكم بالخير يا مرحب. طيب. طول عمرك. وش المشكلة اللي صارت يا وازع؟ والله ما اشوف أي مشكلة في الموضوع. عبيط. ما اشوف أي أول شيء طال عمرك. دقيقة دقيقة، أنا قبل ما تبرر لي، أنا لما أقول لك اشرح لي إيش المشكلة، أنا أسألك إيش المشكلة؟ بعلمكم بعلمكم، ولكن أنا عندي موضوع قبل الكلام هذا. لا 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 انا ما احتاج اي موضوع. لا لا اسمع وازع ولا اخوك، وازع ولا اخوك، اعرف طال عمرك قبل ما تطرح، اعرف خلي بعلم، خلي بعلمك نفداك. اول شيء جاوبني الله يحفظك. ابغى اقول لي عندي بعد طال عمرك. وازع وازع نفداك، انت ما تبيني عشان تقول اللي عندك، انا سالتك سؤال. لا بالله لا جاي بقول لي عندي. جاوب على اسئلتنا وبعدين عطنا اللي عندك. يلا سم. المشكله اللي حصلت اليوم هل انت تعرف وشي؟ اي بالله عارف وش من وش هي المشكلة يا وازع؟ عارف مزحة بين نواف وسلطان بن دويحش. اها ايوه و وش؟ وش ها؟ قول مزحة. وش هي؟ مزحة مزحة مزحة. أيه؟ كنت امزح. طيب ومتفق انا ومهدل، متفق انا ومهدل، مش يضرب بالعقال وانتهى وش، لا خلصنا. كنت امزح. انت بتخلينا نتكلم ولا اصبر اصبر، وش الوضع؟ انت اول شيء اللي كنت اول شيء وش هو يا بطل تمصع خالق. دقيقه دقيقه ما يحتاج. دقيقه يقول المشكله بين نواف وسلطان مزحه. دقيقه فهمت، هو قاعد يقول المشكله الاساسيه اللي هو تدخل بعدين. ايوه ايوه هو قالها مزحه. دقيقه عشان ما نشعل الموضوع. وازع انت قاعد تقول كان فيه مزحه بين وازع بين نواف سلطان ونواف. اي نعم. حلو، انت قاعد تشاهد المزحه. حلو، انت قاعد تشاهد المزحه بين الاثنين صح؟ ايه. طيب بعد المزحه وش اللي صار؟ جيت انا طال عمرك وكملت على سلطان على الموضوع انه مزحه من صوبي انا جدي. ايه من صوبي انا جدي. هو جدي ولا مزحه من صوبك؟ مهدل انا وياه متفق على شيء ذا، قلنا نبي نرفع ضغط سلطان وصارت. يعني اللي انت سويته مزحه ولا جدي؟ لا مزحه. ما صحيح. الا مزحه. انت كل شيء عندكم مزحه؟ سؤال، هل انت تدري مزحه؟ مزحه هل انت تدري وش اللي مزحه كل الرجال؟ ما تعال وجيكم في خاطري. ما يا وازع وازع وازع، ما بتتكلم ولا اتكلم. المزحه ما يجي فيها كلام يجرح، كيف تقول اسحب على وجيكم رجال بالحاكم؟ هذه مزحه؟ ما رضاك تمزح معي كذا وعلى الهواء. اي مزحه ترى امزح معهم انت يعني؟ وين مزحه على الهواء تقول استحوا على وجهكم عيب عليكم رجلين بالحافه؟ وش المزحه؟ اقول امون معهم في مكان بالشيبان قاعد يشربون. وين امون معهم في مكان؟ يا اخوي تمون انت وياهم برا برا الشاشه، ما على الشاشه تقول عيب عليكم استحوا على وجهكم. وش المي انا اضيع؟ والله عاد انا طال عمرك اعرف وين اتكلم واعرف وين ما لا لا ما تعرف تتكلم. اذا هذه مزحه تقول عيب لا تمزح. لا اعرف اتكلم واعرف وين كلامي فيه. يا وازع فكن كسرتك تضحك وش عليه؟ على مزحه؟ لا والله اضحك على مزحه. المزحه المزحه واحب المزحه بالكلام هذا. اذا المزحه اهنيكم على المحور. اذا مزحه يا رجال لا تهنينا يا رجال. يا وازع وازع واخيرا محور جدا يعني يا وازع لا تجي كل مره هنا ونقومك طال عمرك. ترى عيب في حقك انك تجي هنا ما تبرر تبرير رجال. برر تبرير رجال يا رجال. اقول انا رجال انت الحين طال عمرك. انت اسمع يا وازع اسمع 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 الكلام زين اسمع الكلام زين علشان. اسمع ما هو اسمع. ممكن تسمع ايه بتبرر
تبرير يدخل عقولنا وعقول المشاهدين. أيوة. ولا يستصغرنا. أما أبرر مثل ما يبرر يرجع أبرر ولا يلا برر مزحة ما هي مقبولة. غير مزحة ما هي مقبولة من صوبك. غير مزحة مزحة وش غير مزحة مزحة بالله هذا تبرير وتقول إني أعرف أبرر أنا ما غلطت عشان أبرر. يا رجل تقول عيب على وجهكم. ما غلطت عشان أبرر. ما غلط كيف أمشي الموضوع لازم فيه مشادة شوي. تدري يا وازع الرد المفروض وش يقول؟ آه. تقول أنا انفعلت بطريقة خاطئة. شوف أنا بعلم كيف ترد. أنا انفعلت والمفروض إني ما انفعل. عارف أرد أنا. اسمع عارف أرد أنا. عارف أرد. تعرف ترد؟ ما هو بنت اللي تعلمني. أعلمك نفتاك أنت توك ألف باء. ألف باء. ألف باء. أنت الحين طال عمرك لو كنت تعرف ترد ما أنت بحطها على رجلك تلعب خيزرانتك. اسمع الكلام اللي يقول يا وازع صالح وازع ألف باء وأكبر. أنا بسألك منك سؤال. تبغى تسمع هنا وتبغى تستفيد وتجاوب جوابني يليق بحضرتنا وحضرة الجمهور ولا لو سمحت من الحين قفل الكلام بتجاوب جواب ويدخل عقلنا إذا كان مزح الكلام هذا. يا عزيزي وازع يا رجل يا فاضل أثبت ذلك. اثبت انه مزحه. وش اثبت؟ كيف كانت مزحه؟ الجمهور قاعد يدري قاعد يسال. طيب الجمهور كيف يدري؟ سؤال هل المزحه اطلع مهذل وامسك على الهواء وامسك سلطان وامسك نواف اقول نسوي كيت 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 الهدف ان احنا طال عمرك بي نحط مقلب سلطان وصار. يعني انت كذا ما قلبتوا سلطان. وشو انتوا كذا ما قلبتوا سلطان؟ ايه بالطريقه هذه. اي نعم مقلب فاشل. وش رايك ابو يوسف؟ ما طلعت رايك ابو صالح. وش رايك؟ انا طبعا انا ضد استضافه وازع. ليش ابو ابو يوسف؟ اسمع يا وازع لو سمحت اسمع. افا صد ابو يوسف استضيف وازع. ايوه ما يجاوب وجاي مستهتر. حلو. هذا محور هذا مدري يعني انت ما عندك انت هنا هو اللي يقول مزحه. هو وازع وصل اللي يبغاه اصلا. حلو. مهذل وسلطان قالوا له انت مسوي الشو هذا عشان تطلع في الكوفيشن روم. حلو. وهو حقق اللي يبغاه انه يطلع في الكوفيشن روم. فلا تعطي الفرصه هذه. شيل على الكوفيشن روم خلينا نتكلم. طيب عندك ملاحظه؟ طيب محترم يا ابو يوسف لكن ما نبغى نظم حقه طال عمرك شيء لا وازع لكم ان شاء الله. انا معك دقيقه وازع. اول شيء قعد زين الله يحفظك. اقعد زين الله يحفظك. اقعد زين احترم الله يحفظك. اقعد زين. انا لو قاعدين قدام رجال طال عمرك. يا وازع تقعد زين ولا لا؟ يا وازع تقعد زين يا وازع ولا لا؟ ها اي نفداك. اقعد زين الله يحفظك. تفضل يا ابو وازع. عند الحين قاعد تبرر انك تمزح مع سلطان وانك تحترم هذا الشخص اللي هو سلطان وانت ما احترمتنا. يعني حتى الجمهور اللي يبغى يصدق ان الكلام ان اللي صار بينكم مزحه بيشوف الحين تعاملك مع النقاد وبيعرف ان الشخص هذه طبيعته. النقاط يا غلط. اسمع كلامك. لا تقاطع. هاي الكلمة هذه لا تقاطع يا وازع. هاي الكلمة اذا خلص كلامه لو سمحت لا تخليني افيد صوتك. لو سمحت اذا خلص كلامه افيد صوتك. ايوه لو سمحت يا وازع لا تخليني افيد صوتك واسمع لين يخلص كلامه وبعدها ارد عليه. افيد صوتك لو سمحت. ليه افيد؟ لو تكرمت ما تسكت للمرة الاخيرة. لو تكرمت اسمع عشان تعرف ترد. ما بتسمع عشان وش الطريقة هذه؟ تفضل يا ابو النسي. زي ما قلت لك يا وازع انت الحين تبغى تكلم او تبغى تبين انك شخص محترم وشخص يحترم اللي امامك. الكلام ما ينفع. وشخص محترم كذا ولا كذا؟ لو سمحت يا وازع. وازع يا وازع ترى انت اللي قاعد تسويه ترى طريقه خطا لاستخدام الجروح. ليش يا وازع؟ الله يحفظك. اول شيء لا تقطع حبل افكار الرجل ويتكلم. خلي الرجل يخلص كلامه وبعدها رد عليه. اجمع كلامك في نقاط وبعدها رد عليه. تعرف؟ تفضل يلا سمع بنات الافكار. هاي اشرب. تفضل بنزي. هاي اشرب. شوف مالك لزوم يا وازع. اشرب يا اخي. لا اله الا الله. خلي ياسر وازع. شكرا لك. الجلسه اللي فيها والله يا وازع انك ما تعرف لها. جمهورنا العزيز والله اني كل ما احاول ان احنا نعطي فرصه الوازع ان الرجل تتسنى له الفرصه في هذه الغرفه انه يجاوب يجي هنية ويستهتر. يا اخي الرجل هذا فارغ والله انه فارغ. لا يملك محتوى الا الاستهتار. على قلب محمد ملحم اللي كنا نسميه المستهتر. محمد بن ملحم عنده اللي مو عنده يجي انا كنت امزح. طيب وش المزح؟ وش المزح اللي يا اخي عطى المقام مكانه يا اخي. تجي على رجال كبار اكبر منك سن وتقول لهم عيب عليكم استحوا على وجيهكم. من انت تعلمهم يا اخوي؟ من انت يا اخوي؟
والله يمكن عمارهم دبل عمرك مرتين ولا ثلاثة. تيجي أنت تعلمهم العيب والصح، وإذا هذه مزحة صدق على ما تقول ترى مزحك ثقيل، مزحك غيثيث يا مسلم. أي حرم المشكلة يا أبو حمود، أنا بتكلم في الموضوع هذا من ثلاث محاور. المحور الأول اللي حبيت أوضح الوازع، أنت شخص محترم وتقول إنك محترم، أنا ذحين لو أجيك أقول لك أنا شخص محترم، هل تعرف إني فعلا محترم؟ لا، بفعالي. بفعالي. طيب أنت الحين تبغى تقول للناس إني أنا محترم سلطان ولا ما سويت الخطأ هذا، أنت ما احترمت النقاد اللي جالسين قدامك، كل ما تكلم إنه واحد رفعت صوتك وسلت العصاك عليهم، ليه على بأي حق؟ لا حد غلط في حقك ولا حد تتلفظ عليك ولا حد، كل ما جينا نبغى نتكلم مع الرجال ولا ناخذ نعطي معه فار وجالس يرد باشياء ما قلناها اصلا. يعني انا اقول اذا انت تبغى تبين انك شخص محترم قال انا محترم هنا وهناك، طيب كلامك ذا ترى مو في موضوع. انت تبغون يثبت لكم كلامه ما هو صحيح انه ما كانت مزحه؟ تبغون يثبت لكم كمان يا اخوان؟ عطونا سلطان ولا عليكم امر يا اخوان، ولا عليكم امر في كوفيش الروم. سلطان على عجاله عطونا اياه في كوفيش الروم، عجله فكه يا الشيخ، ما يعني تمسكه يا الشيخ وش بتقوله؟ بتعلمه وش بيقول يعني؟ عطونا سلطان. شيء ثاني يا ابو حمود على بال ما يجي سلطان، تفضل. مشكله بعض المتسابقين انهم يعتقدون ان الكوفيش الروم او عفوا فقره خذها كاش انها تجي تدور محور، وعلشان هذا محور نتكلم فيه. يا اخي حنا ما الفقره ما صنعت من اجل خطاك هذا ان يعني نغلفه بغلاف المحور وتجي وتتفضل علينا تقول انكم لقيتوني محور. يا اخي انت افهم فقره خذها كاش، فقره خذها كاش تشوف السلبيات وتتكلم عنها وتنقدها نقد، هذه فقره اسمها نقد، اعجبك ما اعجبك ما يهمنا، هذه فقره رسميه في 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 البرنامج، وضعت تحت اداره برنامج ولها مسمى ولها نقاد. الشيء الخطا نقول له هذا خطا وهذا غير صالح في 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 البرنامج. الشخص اللي اصاب نقول له احسنت وبيض الله وجهك يا اخي. اما مساله ان كل ما جينا واحد قال محور ها 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 محور، يا اخي عيب عليكم يا اخي، شو الطريقه يا اخي يا ابو عنزي ولا اقطع حدك. طيب الفقره هي تسلط ضوء على حدث حصل على الشاشه، جمهورك ما يدري انها مزحه، وبعدين انت اللي نحسب انك محور، يعني تتوقع ان القناه هذه كلها والمتسابقين الثمانيه عشر ما عندنا الا انت محور؟ اقل واحد بنشوف انه منجح محورنا ولا انه بينجح سؤالنا وازع. وازع كل المرات اللي جانا سلام عليكم حتى انا دخل كلمتين وطلع سلام عليكم يا رجال بالله. يعني اذا طلعت حصير دخول كوفيش الروم كل الردود هذه، يعني هل تتوقع ان كوفيش الروم انك اذا دخلت طال عمرك احنا في حاجتك، تكفى تعال انقذنا احنا من غيرك ضايعين، تكفى احنا محاورنا هزيله بدونك يا رجال، رد زين تخارج. أنا أقول تخارج خروج انا اقول ينبغي على 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 وازع ان يغير من وضعيته من اسلوبه داخل كوفيش الروم، من الاسلوب هذا مثل ما قال ابو ابدا لا يجي هو متشحط ومتشدد وفي باله ان بنهجم عليه وان نعتبره محور ونعتبره صيده، لا يا اخي احنا بنجي بناخذ المحور بناخذ ونعطي معك فيه فيه موضوع شفناه على الشاشه، لان المسؤول الاول والاخير عن الاشياء الظاهره في الشاشه فقره النقد، صحيح، ثم يلينا صاحب القرار اذا كانوا ما يعون الشيء ذا، احنا في اشياء نشوفها نبلغها صاحب القرار. هذا المشكله. احضر يا اخي وانت هادي وعندك هدوء عندك شخصيتك الحقيقيه اللي نعرفها. ما يقدر يحضر هذا، خذ وعط معنا. ما يقدر كل ما سوى شيء، كل ما جابوا العيد قالوا نمزح يا رجل. يبغون يظهرون للشاشه وللجمهور ان نسخه ما مثل احد، والخوه ما له دخل الخوه اللي يسوونه ترى، هم حتى وان سووا خطا مجرد ما هو يسوي خطا بعد ساعتين كيف اقول انها مزحه؟ كيف ابين للجمهور عندنا خوه؟ كيف عادي يا اخي اظهر بحقيقتك وواقعيتك يا رجال. الخوه يعني ترى انا اصدق انك 60 يوم وانت شخص ما تعرفه جاي من ديره وانت من ديره انكم على قلب رجل واحد، غير صحيح. ما هو صحيح. غير صحيح يا مشاهدي الكريم، ترى غير صحيح. ما هو صحيح. طيب شو تقول؟ اولا ابغى اوصل رساله للوازع ولكل المتسابقين، ما اتوقع انه بيسمعها، تدري ليه؟ اسمعني. لانه ما يشوفنا اصلا. اوكي، كلكم محترمين وابناء عوائل محترمه، كلكم رجال وابناء رجال والنعم فيكم، ولكن ظهورك على الكوفيش الروم وهذه انا قلتها من زمان،
تحط رجل على رجل وترفع رجلك فوق ومستهتر وكذا، هذا تصرف غير محترم. صحيح. اللي يتصرف تصرف غير محترم لا يجي يقول أطالب بالاحترام. أبو حمود قال تكلم مثل الرجال، ما قال إنك مش رجال، تجي تقول أنا رجال، رجال والرد نعم فيك، رجال بالرجال، هو قاعد يقول تكلم رد مثل الرجال، هو ما ضرب في رجول. يا رجال والله أنا يفهم. هذه نقطة، هذه نقطة له وللجميع. أنا وازع من كل مرة يطلع في الكوفيشن روم يضحك ما بجاوب، بالله مناديني عشان هذا الموضوع، فارغ فارغ. فعشان كذا أنا من ذاك اليوم قلت لكم لا تنادون وازع في الكوفيشن روم، لا تنادونه، ليش قاعد تناديه يا أخي؟ لحق لا تحصل منه لا حق ولا باطل، قلنا يمكن ولا الجمهور بيحصل منه لا حق ولا باطل. البرنامج في ذروته، قلنا يمكن الرجال تعدل يمكن عرف، يقول إنه مزح، الموضوع ما هو مزح ولا شيء يوحي إنه مزح، ولو تحلفون بالهذا ما حد بيصدق إنه مزح. يا رجال هو يقول مزح، زين خلوا منكم المزح يا أخواننا. عطونا سلطان. سلطان يا مرحبا.